أندرسون وأداد غوستار مفاوضات الفرصة الأخيرة. فاتورة عشاء تصدع رأس مسؤول محلي. مطاعم ميدان الشام: اس اي موبلر، بابكر ابو كاس، كنافة البدر. من ستوكهولم نحييكم، معكم ليندا الجنابي، اهلا بكم. موافقة اليسار العقبة الوحيدة المتبقية أمام ماجدالينا أندرسون لتصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ السويد. اليوم بدأت المفاوضات بين أندرسون ورئيسة اليسار نوشي داد غوستار. مفاوضات صعبة، هكذا وصفتها داد غوستار التي لم تخفي أملها في التوصل إلى اتفاق. اليسار يتمسك بمطالب زيادة المعاشات التقاعدية وتحسين الضمان الصحي وإيجاد سوق عمل أكثر أماناً للموظفين. وبعد وقت قصير من تكليف رئيس البرلمان أندرياس نوريل لماجدالينا أندرسون بمهمة تشكيل الحكومة أمس، دعت الأخيرة داد غوستار إلى محادثات، ويحظى اليسار بدور حاسم الآن في إمكانية تشكيل الحكومة بعد اتفاق الحزب الاشتراكي والبيئة مع الوسط مطلع الأسبوع الحالي. رئيس حزب المحافظين أولف كريسترسون أعلن أمس عدم إمكانية تشكيل حكومة يمينية في السويد نتيجة موقف حزب الوسط المؤيد لماجدالينا أندرسون، ما يعني تعقد الوضع السياسي في حال فشل المفاوضات بين الاشتراكي الديمقراطي واليسار، حيث يمكن أن تتجه السويد إلى أزمة في تشكيل الحكومة تقود البلاد نحو انتخابات إضافية. داد غوستار قالت اليوم إنها اتفقت مع أندرسون على إطلاق المفاوضات بعد رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي طيلة الفترة الماضية إجراء مفاوضات معها، وسيكون أمام أندرسون حتى صباح الثلاثاء المقبل لإعلان نتائج جهودها في تشكيل الحكومة. وفي حال حصولها على الدعم الكافي فسيعقد البرلمان جلسة انتخابها في 18 من الشهر الحالي. أزمة اللاجئين على حدود الاتحاد الأوروبي مستمرة، فيما توقفت شركة الطيران البيلاروسية المملوكة للدولة عن نقل العراقيين والسوريين واليمنيين على متن رحلاتها من إسطنبول إلى مينسك. تقارير إعلامية كشفت أن شركات الطيران التركية اتخذت أيضاً قراراً مماثلاً عقب تهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات. الاتحاد يتهم بيلاروسيا بتعمد خلق أزمة اللاجئين التي نشأت على حدودها مع بولندا. وفي مجلس الأمن الدولي أدانت 6 دول غربية بيلاروسيا لسلوكها في أزمة اللاجئين. آلاف اللاجئين يعيشون منذ الاثنين الماضي وضعاً إنسانياً صعباً على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا في محاولة لدخول حدود الاتحاد الأوروبي. ويتهم الاتحاد بيلاروسيا بالتلاعب باللاجئين ودفعهم إلى الحدود لخلق أزمة لدول الاتحاد بعد فرض عقوبات أوروبية على حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. سطو مسلح تتعرض له عائلة في ستوكهولم. عدة أشخاص اقتحموا شقة العائلة في منطقة ياردت مساء أمس وهددوا أفرادها بأسلحة نارية ليسرقوا أشياء ثمينة قبل أن يفروا هاربين. الشرطة بحثت عن المشتبه بهم طوال الليل باستخدام المروحيات، وفي الصباح أعلنت القبض على أحدهم، فيما أفادت المعلومات بأن الجيران شاهدوا الواقعة. وكانت جريمة السطو هذه واحدة من سلسلة جرائم سرقات حدثت في المنطقة مؤخرا. فمساء الثلاثاء الماضي سرق 4 أشخاص ملثمين منزل عائلة في فوربي، ويوم الأربعاء دخل 3 رجال شقة في هاندن جنوب ستوكهولم وهددوا مراهقا بسكين. الكهرباء واحدة من السلع التي ترتفع أسعارها في السويد هذه الأيام. منطقة جنوب السويد شهدت صباح اليوم ارتفاعاً حاداً في أسعار الكهرباء اليوم، وسجلت الأرقام أكبر فرق في الأسعار بين الشمال والجنوب، حيث وصلت في سكوانا إلى 10 أضعاف مثيلاتها في نوربوتن. أسعار الطاقة المرتفعة جداً في أوروبا تسببت في الارتفاع الحاد في السويد، وخصوصاً في الجنوب حيث وصل سعر الكيلووات الساعي إلى 1.3 كرون بعد أن كان الشهر الماضي 350 أورا، فيما اعتبر حينها ارتفاعاً قياسياً أيضاً. خبراء توقعوا أن ترتفع أسعار الكهرباء أكثر خلال الشتاء، وقال أحدهم إن الأسعار الحالية
هي الأعلى في تاريخ البلاد. فاتورة عشاء ب2400 كرون فقط تثير اتهامات إعلامية بالفساد ضد مدير محافظة سكوانة ألف يونسون. المدير كان قد قبل دعوة على العشاء من شركة سعت إلى التعاقد مع المحافظة بمشروع يكلف ملايين الكرونات، ولأنه لم يدفع ثمن عشائه أثيرت شكوك إعلامية حوله بالتورط في الفساد، خصوصاً أن الرئيس التنفيذي للشركة حكم بتهمة رشوة موظفين آخرين بغرض الحصول على الصفقة. وبعد طول صمت اعترف مدير المحافظة بدعوة العشاء وقال إنه أخطأ حين لم يدفع ثمن عشائه. وكانت سكوانة تعتزم استخدام نظام رقمي تنتجه شركة فورد إنوفاخون في جميع المراكز الصحية لتوفير الوقت على الأطباء والممرضات. وبدأت المراكز الصحية في سكوانة في خريف 2019 تطبيق النظام تجريبياً، غير أن تحقيقاً صحفياً كشف عن مخالفات تتعلق بالصفقة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى إلغائها ومحاكمة المتورطين. للمزيد من الأخبار والتفاصيل لا تنسوا زيارة موقعنا الكومبيس.سي. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء. مطاعم ميدان الشام، اس اي موبلر، بابكر ابو كاس، كنافة البدر.